بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذة زهراء خباز. اليوم وصلنا عند الوحدة الرابعة بعنوان حماية من البرامج الضارة من السلسلة التعليمية للصف السابع، مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أول موضوع في هذه الوحدة يتحدث عن برمجيات الضارة. سنتعرف عن البرمجيات الضارة وكيف تنتشر وأنواعها والدلائل التي تقول لنا أو تجعلنا نشك بوجود برامج ضارة، وكذلك بعض إرشادات الحماية. أولاً عندنا أو لدينا الفيروس. الفيروس يعرف عن نفسه فيقول أنا برنامج حاسوبي ضار ارتبط بملف ما، هدفي التخريب ولي قدرة تدميرية. ولدي أيضاً هناك تروجان هورس أو حصان دروادة، أيضاً يعرف عن نفسه فيقول أنا برنامج حاسوبي ضار لكن هدفي التجسس والاختراق، وعادة ما أكون ملفاً مخفياً، لذلك لا يعلم المستخدم أو لا يعلم مستخدم الحاسبة بوجودي. الورم أو الدودة برنامج حاسوبي أكثر ضرراً وأسرع انتشاراً، ويكون أو أكون ملفاً مستقلاً بنفسي لأنتقل عبر الشبكات. من هذه التعريف الثلاثة، إذا أردنا الوصول إلى تعريف عام لبرامج الضارة أو الفيروسات، نستنتج أو نجد أنها كلها أو أنها برامج حاسوبية. فهذه البرامج الضارة الثلاثة اشتركت في كونها برامج حاسوبية. ماذا أو ما هدفها؟ تهدف إلى إلحاق الضرر بجهاز المستخدم، أيا كان هذا الجهاز، حاسب، هاتف محمول، تابلت، فتهدف إلى إلحاق الضرر بجهاز المستخدم، وتنتشر في النظام لدى المستخدم دون علمه، وقد تكون مرتبطة بملف أو برنامج، وقد تكون مستقلة. ننتقل إلى أنواعها. إذا أردنا تصنيف البرامج الضارة، يمكن تصنيفها إلى برامج تخريبية تتلف وتخرب الملفات أو البرامج، وبرامج تجسس واختراق هدفها التجسس وسرقة المعلومات. بالنسبة للبرامج التخريبية، مثال عليها برنامج ضار الورم أو الدودة والفيروسات. هنا في هذا السطر برنامج ضار بالإنجليزية، وهنا في السطر العلوي برنامج ضار بالعربية، فهنا الدودة وهنا الفيروسات. برامج تجسس والاختراق من الأمثلة عليها حصان طروادة بالإنجليزية تروجان هورس. كيف تنتشر أو كيف تنتقل هذه البرامج الضارة إلى جهاز المستخدم؟ يوجد طريقان رئيسان لانتقال برامج الضارة إلى جهاز المستخدم، إما عن طريق وسيط التخزين أو عن طريق الشبكة. كيف يمكن أن تنتقل عن طريق الشبكة؟ مثلا من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال التصفح. يعني خلال تصفحي أذهب إلى موقع معين، هذا الموقع يعطيني رابط، مجرد الضغط على هذا الرابط يتسلل برنامج ضار إلى حاسوبي مثلا. يعني فيمكن من خلال التصفح أو من خلال البريد الإلكتروني، من خلال وسائل التخزين خاصة الفلاش ميموري أو القرص القابل للإزالة، وأيضا قد تأتي من خلال الأقراص الليزرية أو الأقراص المدمجة. وللعلم نلاحظ حاليا أن الأجهزة الحديثة باتت لا تخصص سواقة للأقراص المدمجة، فالاعتماد الحالي غالبا على القرص القابل للإزالة وكرت الذاكرة ميموري كارد. هل يوجد طرق أخرى لانتقال برامج ضارة؟ يوجد مثلا كأني أحدثك مجهول طرف لا تعرفه في الواتساب أو موقع مواقع التواصل، إنستغرام، تويتر، يرسل لك من خلال مكان إرسال الرسائل ويرسل لك رابط، مثلا خلال فتحك لهذا الرابط أو نقرك على الصورة يحدث أن ينتقل برنامج الضار إلى جهازك. هاي مثلا إحدى هذا مثلا أو هذه مثلا إحدى الطرق. كيف أو ما هي الدلائل التي تجعلني أشك أن لدي جهازي يعاني من برنامج ضار؟ هذه الدلائل منها أن تصدر أو يعطيني الجهاز كل حين رسالة تفيد بأن الذاكرة ممتلئة ولا يوجد مساحة تخزين كافية. أيضا عند العمل على الحاسب أو على الجهاز قد يكون بطيئا، عندما يكون بطيئا هذا أيضا مؤشر، هذا قد يكون مؤشر على وجود برنامج ضار، سواء كان كما قلت أجهزة محمولة أو الهواتف أو حواسيب مكتبية. فمثلا عند عملي على الجهاز أجده بطيء جدا،
بطء العمل على الجهاز أو بطء الجهاز، فهذا البطء قد يكون مؤشر على وجود برنامج ضار. كذلك قد تظهر لي رسالة تفيد بأنه لا يمكن أو لا توجد مساحة كافية عند تشغيل برنامج، يعني عندما أقوم بالنقر على برنامج ما لتشغيله والعمل عليه تظهر لي رسالة تفيد بأنه لا يوجد ذاكرة كافية لتشغيل البرنامج. أيضا قد تكون هذه إحدى الدلائل. اختفاء الملفات قد يكون دليل على وجود برنامج ضار. هل يوجد دلائل أخرى؟ نعم، هنا السؤال، عفوا، ليس دلائل، ابحث في الشبكة على أضرار أخرى البرمجيات الضارة. يوجد غير اختفاء الملفات وغير بطء عمل الحاسب وغير امتلاء الذاكرة، يوجد أيضا مشاكل أخرى يمكن أن تبحث عنها. كيف أحمي؟ الآن بعد أن تعرفت عن البرامج الضارة وتعرفت كيف تنتقل وأنواعها وما هي الدلائل التي تشير إلى وجودها، كيف أحمي جهازي منها؟ عندي حماية فيزيائية وحماية وقائية أو حماية السوفت وير من البرامج الضارة. الحماية الفيزيائية مثل وضع الحاسب في مكان مناسب من حيث الرطوبة والحرارة، فنلاحظ الأجهزة لا يناسبها مكان الرطب جدا، فمثلا أنت جهاز الحاسب أو الهاتف الذكي ليس معقول أن تعرضه للماء ومثلا أنت تمشي تحت المطر تخرجه وتجعله عرضة للماء، هذا قد يؤدي إلى الضرر به. وأيضا الحرارة العالية جدا لا تناسب هذه الأجهزة. لا تحرك الحاسب أثناء قيام بعمليات التحميل من قرص صلب أو غيره. عندما أقوم بعمليات النسخ من قرص إلى آخر أو النسخ على الحاسب يعني، فالأفضل ألا أحرك الحاسب حماية للقرص الميكانيكي الهارد ديسك. لا تعمد إلى إيقاف التشغيل من زر الطاقة مباشرة، هذه عادة سيئة، أن أضغط على زر التشغيل لمدة كم ثانية لإطفاء الجهاز بدلا من الطريقة الصحيحة وهي ابدأ إيقاف التشغيل. لا تضع الحاسب بالقرب من مصدر حراري، كما قلنا الحرارة العالية ليست جيدة للأجهزة. الوقاية من البرامج الضارة يعني حماية السوفت وير أو البرمجيات والملفات عندي. احمي بياناتك بكلمة مرور صعبة، يجب أن أضع لجهازي يفضل كلمة مرور صعبة لا يمكن تخمينها من يعرفني. ثبت مضاد فيروسات على حاسبك، أيضا هذا إجراء ينصح به أن يكون عندي في الجهاز مضاد فيروسات، مع العلم أن مضاد الفيروسات ليعطيني نتيجة فعالة يفضل أن يكون مدفوع. كذلك إذا كنت يعني عندك خبرة صار لك مدة تستخدم الحاسب وتعرف كيف أو ما هي الأمور التي قد تسبب لك الضرر فتتجنبها، فيمكن الاعتماد على ذلك. يعني خلال تصفحك الإنترنت تعرف أن تتجنب المواقع المشبوهة، أن تبتعد عن الصفحات التي ترثق أو تقذف بوجهك رسائل تريد منك أعطاء صلاحية لأمر لا تعرفه. فإذا كنت تستطيع رفض هذه الأمور وحماية نفسك منها والابتعاد عنها، فيمكن الاعتماد على مضاد الفيروسات الأساسي في حاسبك وسلوكك أنت في الوعي في الابتعاد عن ما يشتبه بأنه سيعرضك للضرر. تعلم كيف تفحص الملفات دائما باستخدام مضاد الفيروسات. لا تفتح أي ملفات تلقيتها عبر الإنترنت قبل فحصها. افحص وسائل التخزين قبل استخدامها، يعني عندما أوصل قرص قابل للإزالة أو فرش فلاش ميموري بجهازي يفضل قبل فتحه أن أقوم بفحصه، لأن مجرد فتح هذا الوسيط سيؤدي إلى انتشار، إذا كان فيه برنامج ضار سيؤدي إلى انتشار هذا البرنامج الضار عندي في جهازي. هنا عندي أسئلة أحلها أو أقوم بالإجابة عنها اعتمادا على هذا الجدول. فنلاحظ أول سؤال، إيقاف تشغيل الحاسب، قلنا أنقر على قائمة ابدأ ثم اختر أمر إيقاف التشغيل. عند تلقي ملف من وسائل التخزين أو الشبكة أنقر بالزر الأيمن على الملف ثم فحصه واستخدمه. حدد الإجراء الصحيح في كل من الحالات الآتية، تريد اختيار مكان جيد للحاسب، قلنا المكان جيد يكون بعيدا عن الحرارة والرطوبة. افتحه هنا نريد تحميل برنامج من قرص صلب، النصيحة هي أو الإجراء الذي يجب اتباعه، لا تحرك الحاسب أثناء قيام بعمليات التحميل من قرص صلب أو غيره. لديك بيانات مهمة على حاسوبك لا تريد فقدانها أو أن يطلع عليها أحد.
الإجراء هو حمي بياناتك بكلمة مرور صعبة. هنا أخيرا، أعجبك رابط ما أثناء تصفحك الشابكة. الإجراء المناسب هو لا تدخل مواقع غير موثوقة ولا تستجب لمربعات حوار لم تفهم مضمونها. هذه المربعات التي تقذف في وجهك تطلب منك إعطاء السماح لأمر معين، فإذا كنت لا تفهم مضمونها لا تعطي أي سماحية واختار رفض أو عدم السماح. وصلنا الآن إلى التقويم النهائي. الفيروسات، ما هي الفيروسات قلنا؟ أو الفيروس برنامج حاسوبي. فالإجابة الصحيحة هي برنامج حاسوبي يكون على هيئة ملف مخفي غرضه التجسس على المستخدم. البرنامج الضار كان تروجان هورس أو حصان طروادة. الآن سأختار في السؤال الثاني الإجابات الخاطئة. البرنامج الضار وورم ينتقل بتدخل المستخدم، يسبب بطء أو بطئا كبيرا في الحاسب، يستخدم للتجسس والاختراق، ينتقل عبر الشبكات. الإجابة الخاطئة هي ينتقل بتدخل من المستخدم، فلا يوجد مستخدم واعي ينقل متعمدا برنامج ضار لجهازه. يستخدم التجسس والاختراق، أيضا هذه خاطئة. قلنا أنه الورم ليس غرضه التجسس والاختراق، ومن البرامج التخريبية. يمكن تقسيم برامج الضارة إلى، صنفناها إلى برامج تخريبية وبرامج تجسس واختراق. من طرق انتقال البرامج الضارة، إذا كان المقصود هنا التصنيف العام لطرق انتقال، فوجدنا أن هي الشابكة ووسائط التخزين. إذا كان المقصود ذكر أمثلة، فكأمثلة لدينا التصفح، البريد الإلكتروني، والقرص القابل للإزالة أو الفلاش ميموري. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع، وإن شاء الله الموضوع القادم هو عن حماية الملفات واحد. ودائما تفقد وصف الفيديو، ففيه رابط المقالة التي سأضع فيها شروحات كل سلسلة كلها، وكذلك ملف التلخيص. ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.